السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هاد الملاقية. هادي ملاقية خفيفة وبسيطة كيف ما كتشوفوا، وكتخدم غير على جوج ديال الغرزات، يعني مناسبة باش انك تلاقي بها الجلابة او القفطان، وبطبيعة الحال سهلة وبالزربة كتطلع، يعني جوج ديال الغرزات بطبيعة الحال غادي تطلع بالزربة ان شاء الله. غادي ننزل لكم واحد ملاقيه واحده اخرى كتطلع غير على غرزه واحده، والمظهر المنظر ديالها زوين. المهم اول حاجه كتثبتي الخيط على الثوب. بطبيعه الحال هنا استعملت الحرير على ثلاثة ديال الشعرات والبرا رقم خمسة. من بعد درت غرزه وغادي نعاود نرجع فيها. لاحظوا معايا مزيان، هذه هي اول غرزه عندي. المهم انا كنفضل انني نبدا الملاقيه بهذه الطريقه لانها اضمن من انك تضربي ضربه الفوق وضربه لتحت وتعاودي تجمعيهم بجوج ديال الغرزات، فهذه كتبقى اضمن، كتعطيك الغرزه معبوره. المهم كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي نضرب ضربه في الثوب، هذه الغرزه الاولى، وهذه الثانيه مازال ما كاملاش. فاش غادي نضرب هذه الضربه هذه في الثوب، لاحظوا معايا مزيان، غادي نهبط البرا اسفل هذا الخيط هذا ونجر الخيط بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نرجع الخيط الفوق ونخدم في هذه الغرزه الثانيه باش نكملها، لان كيف ما قلت لكم مازال ما كاملاش. لاحظوا معايا مزيان هي هذه، ودابا غادي نزيد ضربه على الثوب. الان غادي نرجع الخيط الفوق ونخدم فوق اول غرزه. المهم هنا هذه غير غرزه عاديه، وكترجعي الخيط الفوق وديري الغرزه الثانيه. ومن كنحاول نخدم غير بشويه على قبل الاخوات المبتدئات اللي جاتها جاها الفيديو ثقيل، تحاول انها تدير السرعه في الفيديو وتشوف الخدمه بالزربه. المهم انا كنحاول نخدم بشويه على قبل الاخوات المبتدئات، واللي فاهمه فتسرع الفيديو وتمشي بشويه عليها. فالان رجعت درت هذه اول غرزه، ومازال غادي نخدم وندير ثاني غرزه. لاحظوا معايا مزيان، غادي نجر الخيط ونعاود نرجع نخدم هاد الضربه في الثوب. هنا الا لاحظتوا عندي ثلاثة ديال الضربات الفوق في الثوب، ثلاثة الغرازي وثلاثة الغرازي في الثوب لتحت. واحد، لاحظوا معايا، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، عندي ثلاثة ضربات الفوق وثلاثة لتحت. هنا الخيط كيكون في الاتجاه لتحت، يعني كيكون الاتجاه لتحت، وكتخدمي ما بين هذاك هاد الغرازي اللي جاوا على الثوب، كتجاوزي الاولى وتتخدمي في الثانيه. فلاحظوا معايا مزيان، هنا غادي ندير حبكه ماشي غرزه، فتندير حبكه الفوق ونعاود نرجع مره واحده اخرى الخيط لتحت، وغنمشي لهذوك الضربات اللي على الثوب مباشره. كنتجاوز الاولى وتنخدم في الضربه الثانيه وكندير الحبكه الثانيه. لاحظوا معايا كنخلي واحد المسافه ما بين هذيك الحبكه الفوقانيه والحبكه التحتانيه، هذيك المسافه هي اللي غادي نرجع نعمرها بهذوك جوج الغرازي اللي بدينا بهم الخدمه. فالان خدمنا غرزه على الثوب وغنرجع نهبط الخيط لتحت ونعمر في هاد الفراغ ولا هذاك الخيط اللي انا خليته فاصل ما بين الحبكه اللي الفوق والحبكه اللي لتحت. الحبكات ما تخدموش عليهم، خدموا فقط على هذاك الخيط. دابا درت جوج ديال الغرزات وغادي نرجع نخدم غرزه في الثوب، نحاول نجر الخيط كالعاده. لاحظوا معايا مزيان، الاتجاه ديال الخيط يكون لتحت باش تقدري ديري حبكه، فكتجاوزي هذيك الغرزه الاولى وتتخدمي في الثانيه، هذوك اللي كيكونوا نيشان على الثوب.
فهذه أول حبكة، والآن غنرجع نهبط الخيط لتحت بهذا الشكل ونتجاوز هذه الغرزة الأولى ونخدم في الثانية باش تعطيني الحبكة الثانية. جري الخيط مزيان، لاحظوا معايا، ودابا غادي نطلع الخيط الفوق باش ندير غرزة على التوب. لاحظوا معايا مزيان، كالعادة عندي هاد الخيط هذا اللي تيبقى لي ما بين الحبكة الفوقانية والتحتانية، تنخدم فيه أول غرزة وارجع ندير فيه كذلك تاني غرزة، ودابا غنمشي نيشان نخدم في التوب. فهاد الملاقية كيف ما قلت لكم سهلة وبسيطة، والمنظر ديالها بطبيعة الحال مختلف شوية على الملاقية العادية اللي تنديروا فيها غير جوج الغرازي وكنمشيو، فهذه كتعطي منظر افضل وكذلك سهله، يعني ما فيهاش خدمه بزاف. جوج الغرازي طبيعه الحال تيكونوا زوينين وبسهط. الان غادي ندير الحبكه الثانيه، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نرجع الخيط لفوق باش ندير غرزه في التوب بهذا الشكل. والان كالعاده غادي نرجع نخدم في هذاك الخيط اللي تيبقى ليا في الوسط. هذا الخيط هذا حاولوا انكم تركزوا، ضروري تخدموا على هذا الخيط. درت الغرزه الاولى، ودابا غادي نرجع ندير الغرزه الثانيه، وغادي طبيعه الحال نخدم غرزه على التوب. وكالعاده غادي نديروا جوج ديال الحبكات في الخيط في هذا الاتجاه، كنتجاوز الغرزة الأولى ونخدم في الثانية، ندير فيها حبكة واحدة فقط ونهبط الخيط لتحت، كنتجاوز هاد الغرزة الأولى ونخدم في الثانية وندير الحبكة الثانية. الآن الخيط الفوق ورجع للتوب باش ندير غرزة، ودابا غادي نخدم في هاد الخيط واحد، لاحظوا معايا، ودابا اثنان، وغادي نرجع للتوب وندير فيه غرزة، وكذلك مرة واحدة اخرى. المهم نتوما غادي تستمروا حتى توصلوا للنهاية بطبيعة الحال، ونشوفوا الشكل النهائي ديالي. انا غادي نحاول نزيد نكبرها اكثر غير باش يبان لكم الشكل واضح وتبان لكم الخدمة مزيان. ممكن نتمنى انكم تجربوا هذه الخدمة هذه وتكتبوا لي في التعاليق الرأي ديالكم فيها. وان شاء الله كيف ما قلت لكم مازال عندي ملاقيات وحدين اخرين، كاينه واحد الملاقيه غير بغرزه وحده سهله هذيك، يعني بسيطه خاصه للناس اللي باغين يديروا جلابه صيفيه وخفيفه، فهذيك ديال غرزه وحده غتكون مناسبه للجلالب اللي خفاف بزاف. غادي نخدمها معكم ان شاء الله في اقرب وقت، المهم كملوا الخدمه. طولتش بزاف، هذا غير طرف ديال التوب، بغيت غير نتشارك معكم هذه الخدمه هذه. كنتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق الراي ديالكم في هذه الملاقيه هذه، ونتلاقاو ان شاء الله في ملاقيه واحده اخرى ولا درس ولا خدمه، مهم على حسب كل مره نشوف شي حاجه جديده ونديرها لكم. مهم شكرا لكم كاملين، وبالنسبه للناس اللي مهتمين بالكروشي بامكانكم انكم تمشيو للقناه الثانيه اللي خاصه بالكروشي، غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو صندوق الوصف. وايضا اللي بغات تدخل عندي الانستغرام
الرابط ديالو كذلك غادي تلقاوه في صندوق الوصف. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زويني.